بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة الخبراء، إذا استقر في أذهان الناس وفي اعتبارهم أن الأمكنة والأزمنة وكل ما لا يستقل بالإرادة من الأشياء إنما تكتسب شفوفها وتميزها مما يلابسها أو يرتبط بها أو يقع فيها من الأحداث الاستثنائية غير العادية، فإني أرى أن مدينة وجدة التي تحتضن هذا المؤتمر العلمي الحافل تضيف اليوم إلى رصيدها المعنوي وإلى ذاكرته العلمية عنواناً علمياً وحضارياً جديداً يسبغ عليه حضوركم أهمية بالغة وتمنحه مشاركتكم معناً كبيراً ليأخذ مكانه في سياق كل المحاولات العلمية الرصينة التي تبذلها مؤسسات المعرفة الجادة على مهيئ تركيز الوعي بأهمية اللغة ومسؤوليتها عن صياغة الهوية والحفاظ على الوجود المعنوي للأمة وتمكينها من الحضور والمشاركة في الإنجاز الثقافي العالمي. أيها السادة، إن الاشتغال باللغة العربية مشروع معرفي كبير واسع الأرجاء ممتد الجنبات والأنحاء، وهو متعدد مواقع النظر وزواياه بتعدد الحقول المعرفية والتخصصات العلمية والمقاصد الحضارية منه. فبالإمكان الاشتغال باللغة العربية باعتبارها صيغة لغوية تواصلية يمكن إخضاعها لمناهج الدرس اللغوي العام، كما يمكن أن ينظر إليها من زاوية أخص باعتبارها نمطاً متفرداً ذا تميز ناشئ عن حملة جملة الخصوصيات التي شكلت شخصية اللغة العربية، ومنها تلك الخصوصيات جنوحها الكبير إلى الاختصار في الجهد في مجال الأداء، كما تعبر عنه أساليب الحذف والإضمار والاكتفاء والاتصال، ومنها عشقها العالم للجمال وولعها الشديد بالتمثل والخيال كما تعرضه علوم البيان والمعاني والبديل، ومنها اعتماد العربية على فطنة المتلقي وإسنادها مهمة الإفصاح إلى شبكة من قرائن الحال والمقال التي تتضافر من أجل المساعدة لاستخلاص المعنى من العبارة، ومنها حيويتها الفائقة المنبثقة عن قدرتها الذاتية على توليد الألفاظ واستحداث التعابير من خلال تحريك آليات الصيغ والأوزان، مما عبر عنه الاشتقاق بأصنافه المتعددة. وبالإمكان أن ينظر إلى اللغة العربية من زوايا تميزها بنظم المعجم والصرف والتركيب، وبالإمكان دراستها دراسات أخرى اجتماعية ونفسية وحضارية من أجل رصد كل المفاهيم الفكرية والقيم الأخلاقية والنظم الاجتماعية التي خلدتها العربية نثراً وشعراً ومثلاً ساهراً. ومع تعدد زوايا النظر وتنوع مجالات البحث والمقاربة، فإن ذلك لا يجوز أن يحجب عنا سمة جوهرية من سمات اللغة العربية تتمثل في ارتباطها الكبير بالإسلام وبكتابه الخالد، هو جانب أصبحت بعض التوجهات الثقافية تراهن على تغييبه وطمسه بدعوات استواء اللغات وتماثلها في أداء مهمة التواصل وسحب القداسة عن اللغة وتهيئتها لأن تدرس دراسة موضوعية محايدة. والواقع أن اللغات من حيث هي وكيفما كانت ليست إلا مؤسسات اجتماعية تواضعية اصطلاحية تستعملها مجموعة بشرية وتستودعها رؤاها وتصوراتها إلى الوجود، وهي لا تصور الواقع كما هو وإنما تصور رؤية الناطقين بتلك اللغة إلى الواقع والوجود، ولذلك تتفاوت اللغات ويغيب في بعضها ما يوجد في بعضها الآخر. ومن هنا كانت اللغة مؤسسة اجتماعية ذاتية معبرة عن الضمير الجمعي للمجموعة البشرية التي تستعملها، وهي بذلك ذاتية بل ومغرقة في الذاتية، وإن توسل درسها بكل آليات البحث العلمي الموضوعي.
وبسبب ارتباط اللغات بالمعطى الديني وجدت في العالم لغات ذات طابع ديني وطقوسي، ومنها السنسكريتية ذات الارتباط العضوي بالهندوسية والبوذية والجانتية، ومنها العبرية ذات الصلة الوثيقة بالفكر اليهودي ورموزه وأساطيره التاريخية. إن اللغة العربية التي نلتقي اليوم لتدارس علاقاتها بالتنمية هي بالذات تلك اللغة التي شرفت باختيار الله لها وعاء لخطابه ورسالته الأخيرة إلى الناس، فأضاف القرآن إليها مضامين جديدة تشكلت منها أسماء جديدة أسماها اللغويون القدماء ألفاظ إسلامية، وألغى منها الإسلام كلمات لم تعد مناسبة لتصوراته كأسماء الأشخاص المعبدين لغير الله كعبد شمس وعبد العزى، وعناوين منظم ألغاها الإسلام كأنفاض النشيطة والصفايا والمرباع. وتدخل القرآن والسنة مرارا لتوجيه اللفظ العربي المناسب، فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، وغير النبي صلى الله عليه وسلم مفردات وأسماء أشياء كثيرة، وسمى أشخاصا تسميات مناسبة لروح الإسلام. وقد ترتب عن القرآن من العطاء القرآني نشوء معجم جديد متخصص في دلالته، هو المعجم القرآني الذي كتب فيه أمثال ابن سلام كتابه التصاريف، وكتب فيه الراغب الأصفهاني كتابه مفردات ألفاظ القرآن، وكتب فيه السمين الحلبي كتابه عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، وكتب مجد الدين فيروزابادي كتاب فصائل دواء التمييز في لطائف الكتاب العزيز. وقد كان من فضل القرآن على العربية أنه انتشرها من المحلية والإقليمية، وحماها من الموت والفناء، ودفع بها إلى العالمية في المكان وإلى الخلود في الزمان، وألقاها في أفواه شعوب كثيرة تعاملت بها واعتمدتها في الخطاب وفي البحث، واعتبرتها جسرا ضروريا للوصول إلى مصدر المعرفة الشرعية المتمثلة في الكتاب والسنة. لقد وقف أبو حيان الأندلسي وقفة تأملية مع قول الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، كيف ينسجم مع الرسالة الإسلامية بموجب عموم الرسالة الإسلامية بموجب قول الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وتساءل كيف يكون القرآن خطابا لكل الناس مع أنه ليس منزلا بلغاتهم، فأجاب بأنه لما لم يكن ممكنا أن ينزل القرآن بكل اللغات، ولما كان رسالة إلى الناس فإنه كان استثناء من قول الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. وبعض الناس أهل له بالسليقة والنشأة، وبعضهم الآخر هم أهله بتعلم العربية والرجوع إلى من يعلمها. وقد تأصل هذا المعنى في العقلية الإسلامية من خلال مؤشرات عديدة، منها أن تعلم العربية سبيل إلى ممارسة شعائر الدين وإلى الاستجابة لقول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، كما أنه ضرورة من ضرورات النهوض بواجبات التلاوة والتدبر والتعبد به في الصلوات وفي التراويح، كما أنه ضرورة موضوعية لامتلاك القدرة على استمداد الأحكام من القرآن وضبط الحياة على هداه. وقد عبر غير واحد من علماء الأصول عن انتماء العربية إلى علوم الدين، ومن ذلك أن الرازي كتب في المحصول بابا بعنوان: معرفة العربية واجبة، وخصصت كتب الأصول مباحث على الأقوال، وهي مباحث عميقة درست فيها أنواع الدلالة اللفظية ومدلولات أحرف المعاني والصيغ الصرفية. أيها السادة الفضلاء، إن اللغة العربية إذا هي تجاوبت مع معاني الإسلام واستوعبتها وأدتها للناس، فإن ذلك لا يعني أن العربية لغة دينية محض، مكانها هو مواقع الدرس الديني، وإنما الصواب أنها لغة الحياة بكل شساعتها، وهي لغة تختزل وعي أمة كاملة متعددة الأعراق أسهمت في بناء حضارة شامخة. ومتن هذه اللغة ليس مجرد ألفاظ صماء ترص على نحو نمطي تركيبي معين وفق نظام دلالي محدد، وإنما تتحمل كل عبارة شحنة من ذهنية الأمة وذاتيتها وخصوصيتها. فلذلك يستحيل أن تقوم لغة أخرى مقامها أو تسد مسدها،
إلا إذا هان علينا إلغاء مفاهيم فكرية وقيم أخلاقية امتزجت بوجودنا المعنوي عبر التاريخ، وإلا فأي العبارات في كل اللغات يمكن أن تؤدي مضامين كلمات مثل الغبطة التي هي مفهوم أخلاقي غير الحسد، أو كلمة الخشية التي هي معنى أخص للخوف، أو البقاء الذي له في التراث العقدي معنى غير الخلود ولإشعاره بعدم الأولية، أو معنى العورة المرتبط بثقافة أمة تعرف الستر والحياد، أو معنى ألفاظ التعصير في الإرث أو الأوقاص في الزكاة أو الإحرام في الحج أو القنوت في الصلاة وغير ذلك من الكلمات الموصولة بالدين وبوجدان الأمة ووعيها الحضاري. ولهذا الاعتبار كان الذين يبذلون جهودا استثنائية من أجل تغييب اللغة العربية مدركين أنهم يعملون على اجتثاث أمة واستئصالها، وقد كان أولى بهم أن يرفعوا عن الأمة معرة الأمية والعجز عن استعمال وسائط الإعلام ويساعدوها على وجوج عالم المعرفة. إلى جانب ما سبق، فإن الإسلام قد اعتمد اللغة العربية منطلقا لإحداث وحدة ثقافية مشتركة بين المسلمين على اختلاف مواقعهم الجغرافية وانتماءاتهم القومية، فاستقطبت العربية سكان جزر القمر وسكان بعض الجهات في العمق الإفريقي مثل نيجيريا ومالي وتشاد والصومال وأوغادين وشمال إفريقيا، وشعوبا كثيرة في آسيا الوسطى والشرق الأوسط وفي أوروبا، وفي مناطق كثيرة من العالم يتلى فيها القرآن ويعبد فيها الله ويحمد ويمجد بلغة القرآن. وبسبب هذا الانصهار الشعوري في مشمول الأمة الواحدة المتواصلة بلغة واحدة، ومن أجل الحفاظ عليها كان غير العرب ربما كتبوا ردودا على كل أخطاء التعبير التي قد يقع فيها العرب أنفسهم. فكان الكسائي وسيبوي الأعجميان يختصمان في جزئية واحدة من جزئيات اللغة حرصا على صحة الأداء. وفي الغرب الإسلامي يكفي أن يكون من رجاله الخادمين للعربية في المغرب أبو موسى الجزولي الذي وضع كراسته التي كانت تقارن بكتاب سيبويه، وكتب ابن أبي الربيع تعليقته وتعقيبه على كتاب سيبويه وكتابه الملخص في ضبط القوانين العربية، وكتب ابن طلحة الياغوري وعلي بن حاج الدباج وابن الضائع والأبذي وأبو حيان وابن قوطية وسعيد محمد السرقسطي وابن القطاع واللبني وابن آجرون كتابات عديدة تستعصي على الحصر والإحصاء. أيها السادة، إن حضوركم إلى هذا البلد وشهودكم هذا الملتقى العلمي على بعد المشقة وشروط المكان لم يهون مؤنته ومشقته ولا شك، إلا حبكم العالم للغة الضاد وإحساسكم العميق بجزامة المسؤولة نحو هذه اللغة الجميلة التي أصبحت تعاني الكثير من الجحود والمضايقة في زمن مشروع إعادة تشكيل خارطة العالم اللغوية الذي أصبح يلتهم الكيانات اللغوية الصغيرة ويعيد ترتيب العالم وتقسيمه إلى عوالم لغوية منها العالم الأنجلوفوني والفرنكوفوني والإسبانوفوني، ويراهن على أن ينقرض قبل نهاية هذا القرن 90% من 6000 لغة تعيش حالياً في العالم، وهي لغات ستفنى وتبيد على نحو ما تبيد الحضارات في نظرية نهاية التاريخ، وعلى نحو ما تبيد الاقتصاديات الصغيرة حينما تواجه بشره العولمة، إلا إذا كان لأصحاب هذه لغات إرادة البقاء والاستمرار. وفي الأخير اسمحوا لي أن أقدم لكم باسم المجلس العلمي وجهه ترحيبه بكم وتمنياتي لكم بالتوفيق، واسمحوا لي بأن أخص بالشكر أستاذنا الكبير الدكتور تمام حسان الذي نعتبره عملاق هذه اللغة وبقية جيل من الرواد خدموا هذه اللغة، وقد خلف في هذه الجهة من العالم الإسلامي مدرسة تبشر بفكره وأطروحته التي يجد فيها الدارسون الرد العلمي الوجيه والقوي على أطروحات القراءة المتعجلة التي فاتها أن تدرك وجاهة أطروحة تضافر القرائن على وضع المنهج الصحيح لتحديث النص العربي. والشكر موصول لكل من ساعد على انعقاد هذا المؤتمر، وأخص بالذكر الأستاذ أحمد توفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية
الذي تحمس للفكرة لفكرة انعقاد هذا المؤتمر وساعد على انعقاده ودعمه ماديا وأسهم فيه أدبيا بكلمته القيمة التي استمعتم إليها آنفا. والشكر موصول كذلك إلى السيد رئيس جامعة محمد الأول والسيد عبيد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بها على العون والاحتضان. والشكر موصول كذلك إلى زملائي في مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية وإلى رجال الصحافة وإلى كل من شرف هذا المنتدى بحضوره. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وبعد، نحن الآن في الجلسة الختامية التي ننتهي بها من هذا النشاط العلمي الذي شهدته هذه الكلية وشرفت به مدينة وجدة وأعطت به إشارات قوية على فهمها لأهمية اللغة وضرورتها لتثبيت الهوية ولتجاوز كثير من الأسئلة عن قيمة اللغة في بناء الأمة. وإذا كان النجاح الذي تحقق نجاحا جليا وواضحا تجلى من خلال قيمة العروض التي قدمت، من خلال المتابعة، من خلال الصدق في العطاء، فإن ذلك كله يعود إلى فضل الله عز وجل وإرادته، وهو الذي ييسر الأسباب ويزيل القواطع والموانع حتى يصل العبد إلى ما كان يأمله أو إلى أكثر مما كان يأمله ويتمناه. ثم إن الفضل بعد الله تعالى لمن أجر الله على أيديه وعلى ألسنتهم وأقلامهم هذا العمل وتحقق بوجودهم هذا النجاح، وهم هذه الثلة من الضيوف الكرام الذين جاءوا عن بعد وعن شطوط ديار وبعد مزار كما يقال، لم يحملهم إلى هذه الجهة إلا أن يؤدوا رسالة الكلمة وأن يعبروا عن اعتزازهم بهذه اللغة. ولذلك وجدت هذا الحضور حضورا متميزا، كأن اللغة بموضوعها وبما تعانيه من مضايقات أصبحت هي الحافز لكل محبي هذه اللغة على أن يكونوا في الموعد وأن يحضروا وأن يقولوا كلمتهم. فالموقف لم يعد يحتمل الترافية والتساهل أو التباطؤ، بل إن الناس حينما يدعون إلى الحديث في موضوع اللغة فإنهم ينفرون خفافا وثقالا ويجيبون الدعوة، وهذه سمة لا بد من تسجيلها، لأن كثيرا من المؤتمرات والندوات يتغيب فيها عدد كبير، خصوصا حينما تكون المسافات بعيدة ويكون الجهد مرهقا أو فوق الاحتمال. فهؤلاء الأساتذة الذين زارونا بعلم، وفي كثير من الندوات يكون العلم آخر ما يعرض فيها، لأن الناس ربما وفدوا إلى تلك المنتديات هم أصلا لا يحملون فكرة ولا يهيئون موضوعا ولا كلمة حقيقية تقال، وإنما يجمعون أشتات أقوال ومسائل تعمر بها الأوقات. ولذلك يكون المآل في نهاية المطاف الإحساس بتفاهة اللقاء وقلة جدواه، وهذا ما لم يقع في هذا اللقاء الذي ما
حضر أحد جزئية من جزئياته وعرضا من عروضه إلا ووجد الجد في ذلك العرض، ووجد الرغبة، ووجد الملقية يغالب الزمن لأنه يؤدي، يريد أن يؤدي معنى ولا يريد أن يحاصر الزمن بما ليس مفيدا، أو لا يريد أن يملأ الزمن بما ليس مفيدا ومجديا. فهذه ميزة تسجل لهذا اللقاء، لهؤلاء الإخوة، لهؤلاء العلماء. ويكفي أن يكون في هذا اللقاء أستاذنا الكبير دكتور عمان حسان، الذي شاء الله أن ييسر له الحضور على كبر في السن وعلى بعد الدار وعلى عوائق أخرى. وحضوره كان في الحقيقة مكسبا من كل الأوجه، كان فيه إشارات كثيرة يجب أن تلتقط، منها هذه الهمة العالية التي تكون للعلماء. ونحن نرى الشباب يتقاعس في بعض المرات ولا يتحول أهون، يتحمل أهون من هذا الجهد وهو صغير، فيتغير ويغرب ويغيض والموقف يستدعيه. ثم إننا في هذه الجلسة والجلسة الأخيرة لا بد أنه قد تحدد لنا الآن أفق ومستوى للعلم. ما هو علم مما ليس علما؟ ما هو علم مما يشبه أن يكون علما؟ إن العلم واضح حينما ينطق به العلماء. إن الطالب طالب العلم الآن تشكله مستوى وأفق يجب أن يرتقي إليه، فيعرف كيف يجول العالم في مباحث كثيرة بألفاظ عديدة، وكأن الإنسان حينما يستمع إلى محاضرة الدكتور تمام حسان يحس أنه يسمع العلم لأول مرة بألفاظه بمصطلحاته، ويعرف أن هذا العلم فعلا خدم في ثقافتنا وأنه انضبط، وأن الذين يحيلوننا الآن على الفراغ هم أشهر الناس بهذه الثقافة وبهذا العلم. ثم هناك إشارة لا يجوز أن تلقى النظر، وهي تتمثل في مقدار الخسارة التي منيت بها الأمة حينما عطلت معاقل العلم وصروح العلم القديمة، ومن الأزهر والقرويين والزيتونة. هؤلاء بقية عطاء هذه المؤسسات لمن كان يسألهم، هؤلاء الكبار الذين نفخر الآن بهم يعطون النماذج على ما يمكن أن تعطيه القرويين والأزهر والزيتونة والجامع الأموي وسائر مؤسسات العلم والمعرفة. فهؤلاء حينما أضافوا إليهم معارف العصر لم ينسلخوا عن ذاتهم ولا عن هويتهم، وإنما استفادوا وأفادوا الثقافات الأخرى. إنهم أفادوا الإنجليزية التي تعلموا بها لأنهم أعطوها كيف يمكن أن ينظر بمناهج من اللغة العربية، وأفادوا الإنجليزية، وبالتأكيد إن الإنجليزية تستفيد من البحث اللغوي المعاصر بهذه الجسور العلمية القوية التي ربطت بين ثقافة إسلامية عربية أصيلة وعلوم معاصرة لم يصعب على هؤلاء العلماء أن يتمثلوها، لأنهم حفظوا كتاب الله واستوعبوه وعرفوا التفاريع وعرفوا أقوال العلماء واستحضروا كل ذلك. فبدت النظريات الآن المروجة هنا وهناك شيئا مقدورا عليه، بل ربما شيئا هزيلا إذا ما قرن بالعطاء الكبير في الجانب اللغوي في الموجود في كتب اللغة وفي كتب أصول الفقه وما إلى ذلك. وأنتم تلاحظون أن الأستاذ كان في مرة مع اللغويين، وكان مرة مع الأصوليين، وكان مرة مع مفاهيم الحنفية، ومرة يعلق بقبول واعتراض الشافعية. فهو علم غزير غزير جدا، لا بد من البدء حيث يكون البدء. إن الذين أرادوا أن يستريحوا من حيث تهم الناس يخطئون السبيل ويحاولون شيئا لا يتحقق. ولذلك نجد أن طلبة الآن مدعوون إلى أن يبدأوا من حيث يجب أن يكون البدء، اشتغالا بالقرآن الكريم واشتغالا بالكتب الأصيلة، ثم انطلاقا بعد ذلك. ولهم الآن في صغر سنهم وفي هممهم العالية
وفي هذه الإرادة ما يجعلنا نقبل إن شاء الله أن هذا النموذج سيتكرر في حياتنا الثقافية إن شاء الله. إن هذا اللقاء تحقق أيضا بفضل الله تعالى كما قلت، وبفضل حضور هذه النخبة من الطلبة، هؤلاء الطلبة الذين رافقوا هذه الندوات وصاحبوها وجلسوا إليها. والعادة أن كثيرا من الندوات تكون فارغة، وأن القليل القليل من الطلبة من يحضرها لأنها ليست مدرجة ضد البرامج المقررات، لأن الناس تعودوا أن يتعلموا يتعاملوا مع العلم بانتقالية وبنوع من الانتفاع، فما ليس مندرجا في مقرر لا يسمى علما ولا يعني. ولكننا رأينا في هذا اللقاء أن المعني وغير المعني، أن القريب والبعيد، أن من ينتمي إلى تخصصات أخرى قد تابع هذا اللقاء، وهذا شيء في الحقيقة مشرف، وهو يدل أيضا على أن هؤلاء الطلبة ولله الحمد فيهم الخير الكثير، فيهم أن يتعرفوا إلى العلماء وأن يعرفوهم عن كثب، وأن تتكون لهم معهم مشيخة. والحمد لله إن طلبتنا الآن والحاضرين معنا قد شاركونا في بعض من هم شيوخنا قديما، وقد أصبح هذا ميسورا بهذا اللقاء، وأصبحت أسماء بعض الأساتذة مندرجة في برامج التلقي، وعلماؤنا القدماء كان من حسن صنعهم ومن منهجهم أنهم يكتبون كناشات يدونون فيها أسماء العلماء الذين تلقوا عنهم. فمن كان قد شرع في هذا وهو منهج في العلم المتين، فإنه قد أضيفت إليه في هذا اللقاء مشيخة مهمة ومحترمة، وأصبح جميع الذين حاضروا شيوخا له ولو في مرحلة زمنية قصيرة. وأخيرا فإنه لا يفوتني أن أشيد بساكنة هذه المدينة وبأناس من وراء هذا الجو من الإخوة من المحسنين من الذين تعاطفوا مع كل الأعمال العلمية، كل المشاريع العلمية، والذين أغتنم هذه الفرصة لأقول إن من يخطئ في أمته لا يمكن أن يرشد في آخرين، ولا يمكن أن لا يخطئ في آخرين. هذه الأمة لا يجوز لنا أن نخطئ فيها، لا يجوز أن نهمل أن لها قدرة كبيرة على الخير وعلى دعم مشاريع الخير. ولذلك كل هذه الأنشطة الثقافية وكل هذه المؤسسات التي تشيد وكل هذه المباني وهذه الجهود التي تبذل هنا وهنا هي في الحقيقة تشجع على العلم والباحثين على إغداد المسير وعلى مواصلة السعي، ولكنها تدل أيضا على فهم عميق لمسؤولية الجميع من أجل إحداث هذه الثقافة وهذا المستوى الحضاري الذي نقترب منه وندلف منه يوما بعد يوم. لذلك أقول لا يجوز الخطأ في تقدير الأمة، لا يجوز استكفاء هذا الفعل على الأمة لمن كان لا يعرف أمته. والخطأ الكبير أن يعيش الأمة الإنسان في أمة وهو يجهلها وهو يسأل عنها، لما فعلت وكيف فعلت ولأي غاية فعلت، لأن الذي يجهل أمته لا يمكن أن يعرف شيئا بعد ذلك. فهؤلاء الذين صاحبوا هذه الندوات وآزروها من قريب أو من بعيد أسجي إليهم الشكر الجزيل، ونسأل الله تعالى أن يبقوا دائما في الموقف وفي موعد من أجل احتضان كل أنشطة علمية ومن أجل الخروج بما هو ماء ملموس، وخصوصا طبع هذه الأعمال. أعتبر أن ما قيل في هذه الندوات هذه الندوة شيء كثير، ولا يصلح ولا يمكن أن ننتفع به إلا إذا طبع. الوجه الصحيح أن قراءته عن كتب وعن ترو تفيد أكثر وتعطي الطالب فرصة استيعاب أكثر، وذلك فيكون أول وأسرع ما يمكن المبادرة إليه وتتميما لما تحقق في هذا اللقاء أن يعجل بجمع هذه المادة وبطبعها.
ومن جهة المجلس العلمي إن شاء الله سيساعد على طبع هذه المادة إن شاء الله، وربما تكفل بها كاملا. وفي هذا اللقاء وقبل خروج جميع الطلبة الذين حضروا هذا اللقاء حاضرين الآن، أرجو أن كل واحد منهم يسجل اسمه الآن يثبت في لائحة خاصة للذين سيتوصلون لهذه البحوث حينما تطبع إن شاء الله، تثبيتا للفهم وتثبيتا للغاية من هذا، وتقريرا لما قيل في هذه الجلسات، حتى يكون النفع إن شاء الله حاصلا. وأخيرا أشكر زملائي وإخوتي في مركز دراسات البحوث اللسانية والاجتماعية على هذه المبادرة وعلى هذا العمل، وأنا أعلم أنهم يشتغلون يوميا إلى وقت متأخر من الليل يوميا، لا أقول في السبت وفي الأحد وفي كل، ولذلك فالأنشطة متواصلة، ندوات وبحوث ودراسات وتكوين للطلبة الباحثين، بحيث أنهم أصبحوا ظاهرة ثقافية في هذه الجهة الشرقية، أصبح مركز الدراسة في البحوث اللسانية ظاهرة ثقافية، وسيصير إن شاء الله أكثر حضورا حينما يتيسر له إنجاز مقرر جديد، الذي نشكر كل من أعان عليه من وزارة الأوقاف، من محسنين، من كل فعاليات كثيرة التي ساعدت والتي آمنت بها بجدوى، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق المستمر والمضطرب. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.